الجهات يعني وقفت يعني بقوه في يعني في 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 منع انعقاد المجلس والتئام المجلس في الداخل. جهات كثيره هي يعني صاحبه مصلحه في ان المجلس يعطل ويغيب. هذه الجهات اليوم التي تفسد والتي يعني هذا الفساد اللي ظهر في تقرير اللجنه، هذه الجهات التي تفسد وتمارس هذا الفساد هي يعني هي تصنع ذلك وتفعل ذلك على اعتبار ان المجلس غائب وان هذا المجلس لن يحاسبها، لان اي دور المجلس واللجان المجلس الدائمه هي وظيفته الاساسيه ان يتابع هذه الوزارات والجهات وان يراقبها وان يوقف كل الافعال كل يعني جرائم الفساد التي تتم في السلطه التنفيذيه. هم الان لانهم يمارسوا هذا الفساد، الحكومه يعني بذلت كل الجهد ويعني اوصلت كل الابواب ومن يعني واصرت على عدم انها لا توفر اي يعني امكانيات امنيه ولا امكانيات لوجستيه ولا يعني وقفت بقوه في وجه يعني في مواجهه انعقاد جلسات مجلس النواب خشيه منها ان المجلس اذا ما انعقد والتئم وقام بدوره هذا المجلس بالتاكيد كان سيمنع كثير من هذه القضايا.